ما عندنا اصلا الاتحاد. عدنان درجال من اجى بين قوسين سقطها للاتحاد هو يونس محمود، بس مع الاسف رغم هذا نبقى مع المنتخب الوطني العراقي الى اخر يوم حياتنا ان شاء الله. اذكرها ب 10,000، احنا اهل البصره يمكن نقدر نجيب 10,000، جاتنا محافظات ب 10، المنتخب يستاهل، واحنا جايتنا بطوله خليج. انت سويت ويانا لعب ويا المينا، احنا ما ناسي لك ياها، بس احنا اهل البصره ما نرد ضيف ولا نرد الخليج، نضم لك ياها ورد عليك بالمدرج يا عدنان درجال. والتذاكر مسوينها ب 10,000، الجمهور كله ظال بالشارع هسه، الجمهور كله ظال بالشارع، انت جايتك بطوله خليج سوي مجاني، الجمهور كله ظال بالشارع. اي قياده اخبار انه البوابات انفتحت للجمهور مسدوده وبطايق ما جاي يطون والبوابات سادينهم، جماعتنا كلها ظلت برا، بطل المي ما يدخلونه. يعني الجمهور العراقي خذوا من عندك كل نظر 10,000، حرام عليهم والله. وعدنان درجال بنخس، عدنان درجال لازم يشال، لازم يشال. اليوم انا جاي من دياله من بعقوبه للبصره من شمال العراق للجنوب واصل، انا اجي لقيت اللعبه اوكي ماكو مشكله، الفريق خطان مو عدنان درجال خطان، المفروض اليوم الشعب العراقي الجمهور العراقي دا يباوع حصه تدريبيه مال المنتخب، دا يباوع وعده تدريبيه مال المنتخب، ما يصير يدفع البطاقه 10,000. الشركه المنظمه لهاي المباراه الاتباع القانونيه لحق العراق شني؟ الحق العراق شني هسه الاتباع القانونيه؟ غير لازم من ضمنها بنود العقد انه حق المباراه اذا لغت المباراه العراق ياخذ العقد المادي. ليش هسه تجي المباراه شنو حصل؟ هسه من ضمنها الجماهير الجايه المحافظات الدافعه. هاي اللعبه اللي صارت والغيت اليوم المباراه، احنا جايين من كركوك مؤازره المنتخب، حضرنا مباراه زامبيا، حضرنا مباراه انغولا، حضرنا اللعبات كلهن وجينا هيجي، هاي راح يعكسون صوره للخليج انه لا تحضرون كاس الخليج بالبصره شهر الواحد. هذه المفروض يوضع لها حد. شكو مصاريف صرفها الاتحاد 500 مليون دولار، صرفها نص لازم ترجع للاتحاد العراقي. مثل بغداد 14 بالليل جاي عبريه جاي بهان نمره 35 وصلنا وقالوا اجلوا اللعبه وبقينا ننتظر من الصبح ليس اجلوها رجعوها اجلوها رجعوها واخر شيء نجي للملعب دخلوا 10,000 دينار 10,000 دينار ماليش 10,000 دينار ماليش اول شيء لعبه ماكو وهاللعبه بس بس او تمرين تمرينها وتمرين مساء. ليش اللي بطاقه ب 10,000؟ شنو السبب؟ شنو السبب؟ يعني نطلع قوات خاصه علينا؟ هو شيخ مطلع علينا ما طبونا بلاش؟ شنو نسوي؟ ليش محافظات بغداد حيانيه كلها جايه هنا موجوده؟ شنو نسوي احنا بفلوس؟ يجي لاعب ويانا منتخب يحترم سياده العراق مو يهين العراق، والعراق محترم بكل اللي احنا اعطينا شهداء على احترام العراق، واعطينا كل شاب يسوى الدنيا وما بيها في سبيل العراق يحترم، واي واحد ما يحترم العراق احنا ويا قوم خراب كلش. اي هذا المنتخب ما احترم العراق ولا قدر العراق، وراح لهم السيد المحافظ للكويت وحكى وياهم طلعوا عشان يسمع خير من البهايم، البهايم خير منهم.